محمد بن الحسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة. أي نعم. رحمة الله على الجميع. وطبعا محمد الحسن كان له حشمة كبيرة جدا جدا أكثر من الشافعي بكثير، لأنه كان مع هارون الرشيد بصفة مستمرة. نعم. المهم أن الشافعي رحل إلى محمد بن الحسن الشيباني علشان يتلقى إيه العلم هناك. فكان لا يعجبه بعض أقوال محمد الحسن، ويرى أنها تناقض الدليل وتناقض القياس. الإمام الشافعي. ده الشافعي فكان لما محمد الحسن يخلص الحلقة أيوة. كان يجلس الشافعي يناظر مين؟ أصحاب محمد بن الحسن في الحلقة. نعم. فكان يظفر عليهم بالدليل، ما فيش حد عارف يغلبه. نعم. فلما كثر هذا منه أيوة. قال له لا بقى أنت ما تقعدش بقى تناظره، أجيب لك الأستاذ تناظره. فقالوا لمحمد بن الحسن والله أنت لما بتقوم من هنا الشافعي بيمسكنا يقعد يزحف فينا رايح جاي ومش عارفين نتكلم معاه. أيوة. وبيجيب أدلة ومش عارفين نرد عليه والكلام ده. ففي يوم من الأيام جاء محمد بن الحسن الشيباني وقال للشافعي إني يعني بعد ما أنصرف أنت تناظر أصحابي، فهل لا ناظرتني؟ أيوة. فقال له إني أجلك عن المناظرة. نعم. على أساس إن الشافعي لابس لسه سيابة التلميذ، لابس سيابة التلميذ. نعم. خلاص مع أننا بقوله يعني ما تبقاش الشيخ قدام الشيخ بالضبط كده، يعني يعني لابس ما يلبسش طاليسان الأستاذية. نعم. مع أنني أقطع إن الشافعي أفقه من محمد بن الحسن، كان أعلى وكان أعلى من محمد بن الحسن وهو ناصب الحديث كما سمى أهل مكة. أي نعم. ومع ذلك يقول لمحمد بن الحسن طالما أنه جاء يتكلم إني أجلك عن المناظرة. وقال الأدب ده اللي إحنا بندور عليه. ما أنا بذكر لك كعب عالي في الأدب. ده أنا بقول لواحد يعني إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. عملت إيه؟ لا أنا مش حاولت ضيعتها أنت ليه دي عبد الحميد ربنا يهديك. فهو أنا ما أنا بذكر لك كعب عالي من الأدب، يعني أنت بتقول لي الذهبي مع وكيع، لا ده أنا بجيب لك بقى إيه الطبقة اللي فوق. الطبقة اللي فوق. ومش كده كمان، ده أنا أقول لك على حاجة كمان من الشافعي. يونس بن عبد الأعلى وهو من مشايخ البخاري والكلام ده بيقول كما ذكر الذهبي في ترجمة الشافعي، يقول يعني يونس ناظرت الشافعي يوما في مسألة يونس فاختلفنا، قال فجاء الشافعي فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. الله أكبر. فيقول الذهبي معلقا على هذا ما أكمل عقل هذا الإمام. أي والله. فلا زال النظراء يختلفون. نعم. والإمام أحمد بن حنبل من أقران إسحاق بن راهويه يقول ما عبر إلينا أحد الجسر أفقه من إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. هذا الله. النفس الزكي نحن نحتاج أن نبثه في الأمة. هذا لما زي كما أنت ترى واحد يخالفك في مسألة. ينزل فيك تبديع مسألة ويحذر منك. والله أنا خايف من مسألة الوردة دي، ما هي بدعة. لا مش بدعة. وانا قلت بدعة عشان ابرا منها يعني. هي بدعة ولا مش بدعة الاول؟ لا بدعة. برضو مصمم. واحد اتصل بي من كندا. دليلك. واحد اتصل بي من كندا الاسبوع الماضي، اخ من هنا رايح يحضر دكتوراه في كندا، يقول كنا شغالين دعوة وكويسين جدا والكلام ده، طب علينا جماعة من بلد من البلدان اول ما نزلوا كندا كان اول كلام لهم احذر ان تستمع الى ابي اسحاق والى محمد يعقوب والى حسان والى العدوي والى محمد اسماعيل والى مش عارف. والله بيقول اول كلمه قالوها لا قالوا لا اله الا الله ولا مقتضياتها ولا تعلموا الناس التوحيد ولا كذا ولا كذا، انما اول ما نزلوا لست التحذير من هؤلاء، لا يحل سماع هؤلاء ولا الكلام ده. بقول ففرقوا الايه الجماعه الواحده في المسجد الواحد اللي بقى لها سنوات طويله ماشيه مع بعض، اتوا فرقوا اخذوا قبيل. ادب ايه ده؟ نحن نحتاج إلى هذا النفس الزكي اللي احنا ضربنا عنه بعض الأمثلة. الخلق والأدب مع طلبة العلم، مع التعليم مع المادة العلمية لابد أن يدرس الخلق. لا يبد أن يدرس طبعا. الخلق. عشان كده بقولها هيطلع إنسان أو عالم رباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة كتاب الله بما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون. أنا معلش شيخنا يعني عايز بس أدخل على حتة الربانية شوية. ماذا يعنى بالربانية؟ هو الإمام البخاري
لما ذكر هذا قال يعني إيه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبار. نعم. هو طبعا وقول ابن عباس وقول ابن عباس رضي الله عنه. نعم. رضي الله اللي هو نقل البخاري. نعم. معلقا في صحيحه. نعم. فغذاء الكبار سم الصغار. جميل. يعني أنا لما جيب طفل رضيع ودي له حتة لحمة هموته لأن معدته ما تهضمهاش. أي نعم. فأنا النهاردة لما يجيني طالب أنا وأنا يأتيني طالب يقول لي أنا جاي من بلد كذا عشان أدرس علم الحديث أنا بسأله الأول عن القرآن. جميل. وبسأله الأول عن التوحيد. رائع. وماذا يفعل وماذا قرأ قبل أن يأتي أكتشف أنه بصمجي وجاي يتعلم علم أي حاجة. وجاي يتعلم علم الحديث. أنا لا أعطيه علم الحديث. نعم. ليه؟ لأن أنا كده أؤذيه. صحيح. بقول له روح يا ابني في حاجة اسمها الحد الأدنى لازم تعرفها الأول قبل أن تدرس علم الحديث. فأنا النهاردة لما أدي آلة مسدس مثلا والكلام ده لو إنسان طائش هيقتل أي إنسان أباله. يضر. النهاردة اللي بيتكلموا في أي علم العلوم وعملين يستطيعوا على العلماء وعمل حط رجل على رجل وأخطأ فلان وأخطأ فلان ما هو في حديث موضوع وكثير من الأحاديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي معناها صحيح بس أنا مش هقوله كحديث أنا سأقوله كحكمة. إيه. وإن كان يروى حديثا موضوعا ويروى حديثا ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا أولاد السفلة العلم. ليه؟ لأنه أول ما يتعلم هذا الإنسان لن يترك كبيرا إلا يقع لم يصح موقوفا على سيدنا علي فإن من يفعل ذلك كمثلا من يقلد الخنازير اللؤلؤ لا تضع لا تضع اللؤلؤ في أعناق الخنازير. أيها. نعم. فأنا عايز أقول ولكن كونوا ربانيين في درجات في التعلم درجة في التعلم ما جيش أن أديله علوم الآلات عشان يفسد في الدنيا والكلام ده لابد أن أربيه والتربية أصلا تحتاج إلى سمت ودل وثبات أنا عشان أربي لازم أكون في مكان واحد وده معنى الربانية التربية طبعا. طيب شيخنا هل لو فعلا اتخذ العلماء سبيل الربانية سبيلا تعتقد ان ده سبيل لتوحيد الامه ايضا هذا هذه وصيه الله عز وجل هذه وصيه ربنا كونوا ربانيين رباني. طيب يعني ايه يقصد بالمعاني الربانيه المعاني في 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 المعاني نفسها هو لا الربانيه والعبوديه شيء واحد والعبوديه شيء واحد يعني هل يعدم طالب العلم العبادة يقول أنا طالب علم ولأن أكتب مسألة خير من أن أصلي 70 ركعة طبعا المسألة بتختلف يعني لو الشافعي فعلها تفرق جدا يعني مثلا سينفع الأمة كتابة مسألة كتابة العلم الشافعي أفضل من التنفل للأمة ليه لأن المسألة اللي الشافعي بيتكلم فيها دي هتحل مشاكل لقرون نعم تأتي بعد ذلك الطالب الصغير النهاردة لا الطالب الصغير لابد أن يتعود التعبد ده الإمام أحمد يعني حتى كان يقول لأظن المروازي أو واحد من أصحابه كان يقول طالب علم ليس له ورد من الليل نعم وكان مستغربها مستغرب. الإمام أحمد الابن لما بات عنده أبو عصمة طالب علم ليس له ورد من الليل تيجي إزاي قيام الليل لأن العلم إنما في الأصل هو وسيلة نعم مش غاية مش غاية العلم وسيلة مش غاية فإنما يهدي إلى العمل نعم. إنما أنا إذا تعلمت المسائل الجزئية ولم أترجم هذا إلى عمل يبقى أنا ما وصلتش إلى حقيقة العلم طيب شيخنا عايزين ننتقل بعد الأخلاق والربانية ننتقل للدعوة الدعوة إلى الله كيف فضل الله عز وجل إحنا قلنا أن الفضائيات ربنا سبحانه وتعالى أكرم وكتب بها فتحا أو أقول إن إحنا لم نكن نحلم به فضل الله عز وجل ترى هذا الفتح أو الكبير الذي حدث للدعوة في هذه الأيام هل يستطاع أن يستغل لتوحيد الأمة الدعوة إلى الله؟ طبعا وبلا شك حتى بيعني العاطفة عند الناس بس الإشكال الإشكال الآن أيوة هؤلاء الألوف الذين يرجعون إلى الله عز وجل وتخلصون من ماضيهم جميل هل هناك كتائب من أهل العلم تستطيع أن تستوعب هؤلاء الجواب لا فالراجل الطالب هذا الذي حتى يطلب الربانية ممكن يعني شكوى الناس إيه يقول مش عارف أتصل بالمشايخ تليفوناتهم مقفولة بصفة مستمرة بنروح لهم البيوت مش عارفين نقابلهم عندي مشكلة حياتي متوقف عليها عايز كلمة منه مش قادر أجيبه تمام هو السبب في كده إيه السبب إيه مش المشايخ ما أقدرش أقول مقصرين
بس أنا لما يكون إنسان واحد فرد يقبل عليه 100,000 هيكلم مين ولا مين؟